كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن المود اوف ترانسميشن والاستراكشر واللايف سايكل. لو ما شفتوش الفيديو ده انصحكم تروحوا تشوفوه لانه مهم جدا في فهم الانتي ريتروفايرال دراجز. انا بقى في الفيديو ده هنتكلم عن الكلينيكال كورس والدياجنوسيس. معاكم دكتور احمد سامي ودي ميراكي اكاديمي. الاول عاوز اقول ثلاث حاجات مهمين قبل ما اتكلم عن الكلينيكال كورس. واحد، ان اقول الفيرينيا المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها انكريز ان فيرال لود اور ارمي كوبيز. تمام كده؟ تمام. اثنين، مهم نعرف ان الفيرال لود ليها علاقه عكسيه مع النمبر اوف سي دي 4 سيلز. كل ما الفيرال لود بيزيد كل ما السي دي 4 كاونت بتقل، لان اتش اي في بيصيب خليه السي دي 4 وبيؤدي في النهايه انها بول رابشر. فلذلك لو قلت لك ان في مرحله معينه الفيرال لود بيزيد يبقى السي دي 4 سيل كاونت بيحصل فيها ايه؟ بتقل طبعا. ثلاثة، ليه في مرحلة معينة ممكن يبقى في زيادة في الفيرال لود ونقصان في السي دي 4 سيل كاونت؟ بسبب حاجتين مهمين جدا جدا جدا. أول سبب وده الأهم، إن لسه السي دي 8 اللي هي التي سايتوتوكسيك ما عملتش ريكوجنيشن لخلايا السي دي 4 سيل المصابة، فلذلك الاتش اي بي الاتش اي في بي ريبليكيت براحته خالص. فعشان كده لازم تحط في دماغك ان الفيرال لود ليها علاقه عكسيه مع السي دي 8. كل ما السي دي 8 تزيد كل ما الفيرال لود يقل. طب ليه السي دي 8 تحديدا؟ السؤال ده هنجاوب عليه من الاميونيتي. ده لان وظيفه السي دي 8 انها تكشف الانترا سيلولار باثوجينز واللي على راسهم الفيروسات. تاني سبب ليه بيبقى في زياده في الفيرال لود ونقصان في السي دي 4 سيل كاونت، لان لسه الجسم ما طلعش اي انتي بودي ضد الانتيجين الاتش اي في زي الانتي جي بي 120. ولو في انتي بودي ده بالتاكيد هيعمل نيوتراليزيشن ويمنع الاتش اي في يدخل النيو سي دي 4 سيلز. خلصنا كده المقدمه الحلوه، يلا بقى ندخل في الكلينيكال كورس. عيان الاتش اي في ما حدش يعالج الكلينيكال كورس بتاعه بيبقى اربع مراحل. المرحله الاولى هي مرحله البرايمري انفكشن، ودي مرحله بتبدا اول لما الاتش اي في يدخل الجسم من اي روت كان ويبدا يعمل انفكشن للسي دي 4 سيلز في المكان اللي داخل فيه. بتبقى في الاول الماكروفاج بعد كده الليمفوسايت، ودي معلومه عرفناها من الفيديو الاولاني. وهنا بقول مصطلح جميل، البرو فايرال ريزرفوار از كريتد. بعد كده بيبدا يعمل انيشال فايرينيا، لكن في المرحله دي الاتش اي في مش بيوصل للبيكو فايرينيا، ودي مرحله مدتها بتختلف من شخص للتاني، لكن نقول في المتوسط 3 اسابيع. طيب ايه الاعراض في المرحله دي؟ دي مرحله عباره عن ويندو بيري، ما فيهاش اي اعراض ولا اي حاجه خالص. وبكده المرحله الاولى تكون خلصت. بعد كده ندخل في المرحله الثانيه، ودي اسمها الاكيوت اتش اي في انفكشن، او الاسم الثاني ليها اكيوت ريترو فايرال سندروم. ودي المرحلة اللي بيحصل فيها ان الفيروس بيكمل مشواره في الفيرينيا ويوصل للبيكو فيرينيا. وسؤال هنا، الاتش اي في بياخد قد ايه عشان يوصل للبيكو فيرينيا؟ بياخد حوالي في المتوسط شهر ونص من اول ما حصل البرايمري انفكشن. وطالما الفيروس في البيكو فيرينيا او الهاي فيرال لود، معنى كده ان السي دي 4 سيل كاونت بتقل هي كمان وبتوصل هي كمان للبيك، بس بالعكس السي دي 4 سيل كاونت بتقل جدا وبتوصل لاقل مستوى ليها. وايه السبب؟ برضه لنفس السببين. اول سبب، لسه السي دي 8 اللي هي التي سايتوتوكسيك ما عملتش ريكوجنيشن لخلايا السي دي 4 سيلز المصابه، لذلك الاتش اي في مكمل براحته. تاني سبب، لسه الجسم ما طلعش اي انتي بودي كافيه ضد الانتيجين للاتش اي في زي الانتي جي بي 120. المهم تعرف ان في المرحله دي الاتش اي في بيبدا يعمل سيلينج لللمفويد اورجن، وهنا المريض بيبدا يظهر عليه اعراض الفلو لايك سيمتومز زي الفيفر والسور ثروت واللارج التندر ليمف نود والماكيولو بابيولار راش اون ذا ترانك. طبعا لان الاعراض دي زي ما احنا شايفين نون سبيسيفيك، فدايما بيحصل في المرحله دي ميس دايجنوزز لعيان الاتش اي في، ومش بيتشخص او بيتشخص غلط كانه دور برد او انفلونزا. خلاص كده المرحله دي خلصت. بعد كده ندخل في المرحله الثالثه، وهي مرحله الكلينيكال ليتنسي، او ممكن نسميها الاسيمتوماتيك اتش اي في. هنا الاميون سيستم بيبدا يفوق لنفسه شويه بعد شهرين من البرايمري انفكشن ويفايت الاتش اي في ويبدا يرزع فيه. فالفيرينيا او الفيرال لود بيقل والسي دي 4 سيل كاونت ترجع تزيد تاني. والمقصود هنا بالاميون سيستم بدا يفوق، واحد، ان السي دي 8 بدات تعمل ريكوجنيشن للخلايا المصابه وبدا اعدادها يزيد فبدات تفايت الاتش اي في انفكشن. اثنين، الجسم بقى فيه كميه كافيه من الانتي بودي اجينست الجي بي 120
فالمرحله دي بيبقى في ريسبونس قوي من جهاز المناعه على اتش اي في، لكن للاسف مش بيقدر يعمل كومبليت ايراديكيشن، وغالبا الريسبونس القوي ده بيكون في الفتره الاولى من الكلينيكال ليتنسي، لكن بيبدا يضعف مع مرور الوقت. السي دي 4 سيل كاونت بترجع تقل تاني بعد الزياده بتاعتها. مش بس كده، كمان الاتش اي في بيستمر في الريبليكيشن في الليمف نود، عشان كده المريض في نهايه الكلينيكال ليتنسي بيبقى عنده بريزيستنت جنراليزد ليمفادينوباسي. طيب بقى المرحله دي مدتها قد ايه؟ بص، من غير علاج بتبقى من 3 سنين ل 20 سنه، والمتوسط بتاعها بيكون 8 سنين. كده خلصنا المرحله الثالثه. ندخل بقى في المرحله الرابعه والاخيره، وهي مرحله الكلينيكال ايدز. وهنا جهاز المناعه بيفقد السيطره تماما، لا الانتي بودي عارفه تكنترول الانفكشن ولا السي دي 8 عارف الكنترول، وتبدا الفيرينيا تزيد والسي دي 4 سيل كاونت يقل لحد ما السي دي 4 توصل لليفل السي دي 8 بتفشل فيه هي كمان. وزي ما احنا عارفين ان السي دي 8 وظيفتها انها تحارب السيتوبلازميك باثوجينز زي الفيروس، فلذلك الاتش اي في هيلعب براحته اكتر، وكمان اي دور من الفيروس هيبدا يلعب براحته. وعلى راسهم بعض الفيروسات بتاعت الهيومن هيربس زي الهيومن هيربس 8 والسي ام في، كمان السي دي 8 وظيفتها انها تحارب الانتراسيلولار بكتيريا زي التي بي والمال، وكمان السي دي 8 مهمه فانها تحارب بعض البروتوزوا زي التوكسوبلازميوزس. كمان السي دي 4 كاونت لو قل في الجسم ده الجسم هيبقى قادر يعمل جرانيولوما، والجرانيولوما اللي في الجسم ممكن تفك بسهوله. كل ده هيؤدي في الاخر الى ظهور ما يسمى بالاوبورتونستيك انفكشن، ودي انفكشن لو جهاز المناعه بصحته وقادر على التحدي يقدر يعمل لها ايريديكيشن بسهوله، ولو ما عرفش يعمل لها يروح عامل لها جرانيولوما زي مثلا التي بي او الهيستوبلازميوزس. الاثنين جهاز المناعه بيرد بايه؟ بيرد بجرانيولوما، وبيبقى المريض اسيمتوماتيك وهو ما فيهوش اي مشكله، بس انا عشان اعمل جرانيولوما محتاج السي دي 4 والسي دي 4 واقعه. طب ايه الحل؟ مفيش حل طبعا. ولو جهاز المناعه بصحته قادر يخلي كل الفيروسات الدورمنت في الجسم في مكانها ويمنع الديسيمينيشن بتاعها، اشهر مثال الاوبورتونستيك انفكشن في عيان الايدز هو الاوبورتونستيك فانجاي اسمها النيوموسيسس جيروبوزي، واللي بتعمل البي سي بي او النيوموسيسس نمونيا. ولما بقول اشهرها المقصود اشهرها في امريكا، لان الاوبورتونستيك انفكشن بتظهر على حسب ايه الاوبورتونستيك انفكشنز اللي دورمنت في الكونتري. يعني مثلا صعب نلاقي التي بي ويز ايدز ان امريكا، لان امريكا التي بي فيها ضعيف بسبب الريسبيراتوري ايزوليشن وبسبب الماندتوري تريتمنت، لكن في الهند تلاقيها بسهوله لان الهند والتي بي زبادي في الخلاط. المهم النيوموسيس الجيروبوزي لما بتعمل انفكشن في شخص اميونوكومبتنت بيبقى اسيمتوماتيك، لكن في الاتش اي في بيدخل في انترستيشن نمونيا ويموت بي ار دي اس. ومعلومه غايه في الاهميه، الموست كومن كوز اوف ديث ان ايدز بيشال بيبقى البي سي بي. يا ريت بقى الموضوع بيقف عند الانفكشن، لكن ممكن كمان يظهر الفيرالي اندوس كانسر، وده برضه بسبب فشل السي دي 8، وده لان السي دي 8 خليه متخصصه في محاربه الكانسر. طب ايه الموست كومن كانسر انزيبيشن؟ طبعا الكابوسي ساركوما. وهنا برضه لازم نقول معلومه مهمه، مش بس الاوبورتونستيك انفكشنز الطريقه الوحيده اللي تخليني اقول ان الشخص ده عنده كلينيكال ايدز، لا ممكن كمان عن طريق ان انا اقيس السي دي 4 كاونت، لو قل من 200 اقدر اقول ان الشخص ده عنده ايدز. هو النورمال السي دي 4 كاونت بيبقى من كام لكام؟ بيبقى من 500 ل 1500. وخلي بالك علم الطب ده علم ملوش ماسك، في الواقع ممكن تلاقي مريض السي دي 4 كاونت بتاعه اعلى من 200 وظهر الاوبورتونستيك انفكشنز، ومريض اقل من 200 ونورمال. المهم يفضل المريض لو ما خدش العلاج السي دي 4 والسي دي 8 كاونت يقلوا ومعاه الريسك اوف ديث يزيد. طيب سؤال هنا، يا ترى ايه سبب موت السي دي 4 سيلز؟ الميكانيزم تحديدا مش معروف، لكن في ثيوري منها الرابيد تي سيل تيرن اوفر، الخلايا اللي بتموت في السيركيوليشن مش قد اللي بيحصل له ريبليسمنت من السايموس جلال. طيب هل الخليه بتموت بسبب دايركت سيتوتوكسيك افكت فروم فايرال ريبليكيشن؟ غالبا لا، ولكن بتموت بسبب التي سيل ابوبتوزس. لو فهمنا كل اللي فات كويس هنبص على الجراف ده وهنفهمه بسهوله. الجراف ده جميل جدا، مش بس بيوضح العلاقه ما بين الفايرال لود والسي دي 4 والسي دي 8 كاونت مع الافريج كورس اوف انتريتد اتش اي في انفكشن، لا كمان بيوضح العلاقه مع الانتي جي بي 120. في الجراف ده ناخد بالنا من الفور ستيج بتاعت الاتش اي في وعلاقتهم بالفايرال لود السي دي 4 والسي دي 8 كاونت.
امتى الفيرال لود بيزيد وامتى بيقل، امتى السيدي 4 كاونت بتقل وامتى بترجع تزيد تاني وامتى بترجع تقل تاني، امتى السيدي اف بتزيد وامتى بتقل، وامتى الانتي جي بي 120 بيبدا يزيد، وامتى السيدي 4 كاونت بتنهار تماما واللي انصحك ليها ريسك اوف ديس عادي جدا. لو تخيلنا كل الكلام ده كويس مش بس هيساعدنا في فهم الكلينيكال كورس بتاع الاتش اي جي، لا كمان هيساعدنا في الدايجنوزيس. يلا بقى ندخل في الدايجنوزيس. القاعدة الأولى اللي لازم تعرفها في التشخيص، كل ما تشخص الـ HIV بدري والمريض يمشي على علاج مظبوط، كل المكان ده ليه long term benefit في السرفايفل اند المورتاليتي، بالذات في مرحلة الأكيوت ريتروفيرال سيندروم. مش بس كده، ده كمان بيقلل الريسك اوف ترانسميشن، لان 40% من حالات النيو اتش اي في انفكشن بيتنقل على طريق ناس مش عارفه انها بوزيتيف اتش اي في. فلذلك السي دي سي بتوصي ان اي حد من سن 13 لسن 64 سنه يعمل له اتش اي في تيست اتليست مره في الروتين هيلث كير، والناس اللي عندها ريسك فاكتور زي الهوموسيكشوال والدراج ابيوزر يعملوا اتش اي في تيست مره سنويا. طيب هنشخص ازاي بقى؟ الاول عاوز اقول مصطلح مهم اسمه سيرو كونفرجن. دي المده اللي بياخدها الجسم عشان يطلع سبيسيفيك انتي بودي ويبقى ديتكتبل في الدم، فاقدر استخدمه في التشخيص. لو في مدرسين اميونيتي كويس هنبقى عارفين ان عشان الانتي بودي يبدا يطلع من جهاز المناعه ياخد من اسبوعين لثلاث اسابيع. اذا احنا لو عاوزين نعمل ايرلي ديتكشن للاتش اي في ما ينفعش نعتمد في التست اللي هنعمله على انتي بودي فقط، هيديني طبعا فولس نيجاتيف ريزلت كتير. الله، نعتمد على ايه معاه؟ نعتمد على الانتيجين معاه، وهي دي فكره الفورس جنريشن تيست، او الاسم التاني ليها انتيجين انتي بودي تيست. في مرحله الاكيوت ريتروفيرال سندروم بيكون في ريبليكيشن عالي من الاتش اي في. انا قلت قبل كده في الكلينيكال كورس ان الفيرال لود بيبقى عالي، وبقول اهو هنا في التشخيص ان البي 24 بيبقى عالي هو كمان مع الفيرال لود، وهو ده الانتيجين اللي بنعتمد عليه في الفورس جنريشن تيست مع الانتي بودي ضد البي 24. طيب ايه التيست اللي بنستخدمه؟ بنستخدم الاليزا. الاليزا بتقدر تديتكت البي 24 اند الانتي بي 24 في خلال من 18 ل 45 يوم من الاكسبوجر. وباكد على معلومه مهمه، الفورس جنريشن تيست هايلي سنسيتيف اند سبيسيفيك، وبتشخص الاتش اي في الاكيوت ريتروفيرال سندروم مش في مرحله البرايمري انفكشن او الويندو فيز. فلذلك لو عملنا فورس جنريشن تيست بدري ممكن تؤدي الى فورس نيجاتيف ريزلت. تمام. طب لو في فورس جنريشن تيست، هل كان في ثيرد جنريشن تيست؟ اه طبعا كان في ثيرد جنريشن تيست، وده اللي بيعتمد فقط على الانتي بودي ومش معاه اي انتيجين. ولازم تعرف ان كل الرابيد تيست اللي الاف دي اي وافقت عليها، ودي التيست السريعه اللي ممكن تتعمل في البيت زي الاورا كويك، كلها انتي بودي تيست تكشف الانتي بودي. وطبقا للسي دي سي 97% من الناس بتديفلوب ديتكتبل انتي بوديز ان ذا فيرست 3 مانثس فولوينج ذا تايم اوف ذير انفكشن. طيب لو الفورس جنريشن تيست طلع بوزيتيف بنسبه كبيره المريض اتش اي في، لان الفورس جنريشن تيست تعتبر اكيوريت جدا وهايلي سنسيتيف وسبيسيفيك، والفورس جنريشن بقى الستاندرد سكريننج تيست في معظم الدول من ضمنها امريكا. طيب لو ادى بوزيتيف ايه التيست اللي نعمله بعده؟ بنعمل HIV-1 HIV-2 Antibody Differentiation Test. التست ده ميزته ان وانس الانتيبوديز بقت في الديتكتابل ليفل فهو highly specific، فبيستخدم في الconfirmation of diagnosis. مش بس كده، ممكن استخدمه كمان في التفريق ما بين HIV-1 and HIV-2. ومعلومة تاخد بالك منها ان HIV-1 هو المنتشر في developed world وهو more aggressive، اما الـ HIV-2 منتشر في الويست افريكا اند ليس اجريسيف. فالتست ده كمان بيفرق الجينوتايب لان ده ممكن ياثر على خطه العلاج. طيب امتى نعمل النات؟ يعني ايه الاول نات؟ ده اختصار للنيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست. دي طريقه بنستخدمها عشان نشخص وجود كثير من الباثوجنز زي الـ HIV وزي السارس كوف 2 وزي الكلاميديا وطبعا الجونوريا. النت بيعتمد على فكره ان نعمل امبليفيكيشن للجينيتك سيكونس بتاعه سبيسيفيك باثوجين. لو الباثوجين موجود هيحصل امبليفيكيشن، لو مش موجود مش هيحصل. دي ببساطه شديده الموضوع بتاع النت. في كذا تكنولوجي في ان ازاي اعمل الامبليفيكيشن ده. لو انا استخدمت تكنولوجي بتعتمد على السيرمال سايكلينج في الامبليفيكيشن يبقى النت هنا هسميه PCR. اما لو استخدمت كونستنت تمبريتشر او بيسموها على ايزو سيرمال امبليفيكيشن
فالنت هنا ليه اسامي كتيره مش مكان ذكرها هنا. لو مش قادر تتخيل الكلام اللي انا قلته ده ممكن تراجع بايوكيمستري تفهم يعني ايه البي سي ار. طيب نرجع للنت وعلاقته بالاتش اي في. القاعده الاولى في النت ان النت لا يستخدم روتينلي للدياجنوزز. ليه؟ عشان غالي، محتاج كشات، فلوس، ماني. يستخدم في مواضع معينه من اهمها الاوكيوبيشنال اكسبوجر، دكتور تشيك، امور الرضا مثلا. ده لان في ميزه مهمه قوي انه زي الفورس جينيريشن تيست بيقدر يديتكت الايرلي انفكشن بدري كمان عنه، لانه بيعتمد على الفيرال لود والار ان اي كوبي، ودي بتبقى عاليه في فتره الاكيوت ريترو فيروس سندروم، فبيقدر يقول ان عندك اتش اي في خلال 10 ل 33 يوم من الاكسبوجر. كمان ممكن نستخدمه لو حصل بوسيبل اكسبوجر وظهر اعراض للاتش اي في اللي هي النون سبيسيفيك، وعملنا الفورس جينيريشن تيست وطلع نيجاتيف، فهنبقى محتاجين ناكد هل المريض عنده اتش اي في ولا لا. كان ممكن نستخدمه في تشخيص الـ HIV في النيو بورن، وده بسبب الماترنال HIV antibody بتبقى في دم البيبي. So HIV antibody test not recommended قبل سنة ونص من عمر البيبي، فبنستخدم على طول النات. ومميزات تانية للنات ملهاش علاقة بالتشخيص. كمان يقدر يحدد الجينوتايب بتاع الـ HIV، هل هو HIV 1 ولا HIV 2. كان ممكن نستخدمه بعد كده كمونيتور للدراج ثيرابي أو التريتمنت. دلوقتي بيقول اما فين الويسترن بلوت، احنا بعرفك الاول بالويسترن بلوت هو السكند جينيريشن تيست بيديتكت الانتي بودي مش الانتيجين او الفيروس، وبيكونفيرم الدياجنوزز بنسبه 99.9%. وطالما بيعتمد على الانتي بودي مش هيقدر يديتكت الايرلي انفكشن، فهنحتاج يعدي 3 شهور. المهم السي دي سي من 2014 عملت ريكومنديشن وقالت له كفايه كده عليك عن طبخ، وشالته من الدياجنوستيك الجوريزم الدياجنوزز اوف اتش اي في. كده احنا خلصنا الدياجنوز بتاع الاتش اي في، واتمنى يكون الفيديو سهل ولذيذ، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.